والدي حلف على حقوق الآخرين من نخل وأرض وغير ذلك، والآن أصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثة والبعض لا زال حيا والبعض الآخر لا يعرف عنه شيء. والدي حلف على حقوق الآخرين من نخل وأراض وغير ذلك، والآن أصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثة والبعض لا زال حيا والبعض الآخر لا يعرف عنه شيء، وهو الآن نادم أشد الندم وتاب، فما المخرج لوالدي من هذه الأيمان وما ترتب عليها، علما أنه يخشى إذا بلغ أصحاب هذه الحقوق أو ورثتهم أن يترتب على ذلك مشاكل وأضرار كثيرة. الواجب عليه رد الحقوق إلى أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فلا تحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات ما حمل عليه. يجب عليه يعطيهم حقوقهم التي جحدها وحلف عليها، ويتوب إلى الله عز وجل ويقول: يا إخواني أنا غلطت، تبت إلى الله، خذوا حقوقهم إن كانوا موجودين، والذي مات يعطيها ورثته، والذي غاب يسأل عنه، والذي لا يعرف يصدق بها عنه، لكن ما يعرف صدق بها عنه في الفقراء والمحاويج. أما أنه يسكت عليها لا.